لا تنسى الاشتراك في قناتنا كشبريس على اليوتيوب ومتابعتنا على الفيسبوك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدتي أنستي سادتي إلى هذا اللقاء الخاص المباشر من برنامجكم لقاء خاص على كشبريس.com. أحييكم أنا مصطفى غلمان رفقتي زميلي محمد أمين بدوي في الإخراج التقني. سيدتي أنستي سادتي، في إطار التدافع الثقافي والفكري والحقوقي الذي يميز بلادنا عن باقي النداءات أو الرسائل التي هجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المجلات والمنصات الحقوقية الدولية والوطنية، برزت رسالة مهمة بمبادرة من الأستاذة المحامية والحقوقية للا بشرى العاصمي. هذه الرسالة هي عريضة مفتوحة للمثقفين والحقوقيين وأيضا للشخصيات البارزة الحكومية والغير الحكومية، تدعوها إلى إعادة النظر في اعتبارية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك على أساس أن هذه اللحظة الحاسمة من الهجوم الوحشي على قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي يفرض على المغاربة أن يعيدوا النظر في هذا الباراديغم الخاص. هذا النداء الوطني والعربي والدولي له أبعاد وله أيضا احتمالات توسيعه على نطاق واسع، لأنه يحمل في طياته أفكارا خاصة يمكن أن ندرجها باختصار في إعادة الاعتبار لما سبق وأسست له رسالة لشمعون أحيون رئيس منظمة الإسرائيليين من أصل المغربي، التي وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي أثارت جدلا داخل الأوساط الحقوقية المغربية المناهضة للتطبيع، ولا سيما تلك الواقفة على الصف النقيض للسياسة الإسرائيلية ولحربها الشعواء ضد قطاع غزة. من أجل تسليط مزيد من الضوء حول هذا النداء أو هذه العريضة التي بادرت إلى تأسيسها الأستاذة بشرى العاصمي، نلتقي اليوم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة لبسط مزيد من النقاش فيها. مرحبا بك الأستاذة بشرى. مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. مرحبا. إذا في البداية نعرف عن الرسالة والخطوط العريضة التي تداولت فيها مجموعة من الحيثيات الخاصة بتنزيل الرسالة وأسبابها وأيضا اعتباراتها اللحظية الراهنة. هذه الرسالة اللي كانت في الحقيقة مستفزة جدا. نعم. أثارت عدة نقط. نعم. ولن تقول هذا السيد اللي دار هذا الأحيون اللي دار هذه المراسلة أن إسرائيل انسحبت من حماس وأنها مع ذلك هذه مدة وتجنبا للاحتكاك بها وللتعايش معها في سلم، وأنه زيادة على هذا كانوا يمدونها بالكهرباء وبالماء ويشغلون اليد العاملة من الغزاويين إلى آخره. ولكن هذه حماس الإرهابية التي تحرق العائلات بأكملها وهي حية وتكذيب عندما تدعي أن المستشفى أن إسرائيل قصفت المستشفى بينما الجيش الإسرائيلي هو الجيش المتخلق في العالم كله. وتقول بأنه هذا تتبكى. نعم. تقول بأنه إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعيش فيها اليهود حسب تقاليدهم وحسب ثقافتهم وحسب وتسهر على أمنهم. نعم. أنا تنقل. نعم. إذا كانت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعيش فيها اليهود في سلم وسلام ويعيشون فيها حسب تقاليدهم، إذن المغرب ماشي بلدهم. ما لا يعيشون فيها بسلام. نعم. ولكنه هو نفسه يعود فيناقض نفسه ويعترف عندما يريد أن يتمسح لجلالة الملك
يقول له بأنه في المغرب يعيش اليهود مع المسلمين في انسجام وعلاقة جيدة، وأنهم المغرب حافظ على المقابر اليهودية، والمغرب أدرج في مناهج التعليمية تاريخ اليهود، وأنه أعاد أسماء اليهودية للأحياء في مراكش، وأن هناك أنشطة مهرجانات مشتركة وأنشطة أكاديمية مشتركة. إذن هذا هذه مغالطة، هذا تناقض مغالطة. هي رسالة كلها مغالطات. كلها مغالطات من رسالة الأخرى. تقول بأنه قلت لك بأنه هذا الشيء كله بأنه هي هذه الأمور كلها. مع ذلك ترجع العقيدة الصهيونية المتطرفة اليمينية ليقول بأنه يزعم أن إسرائيل راهي تتفضل على المغرب، وهذا أيضا ما استفزني جدا، بأنها تساعد المغرب في دبلوماسيا وسياسيا وحتى أمنيا. ومع ذلك فالمغاربة يخرجون في تظاهرات لمناصرة الإرهاب ديال حماس، وتهدد ولن ننسى هذا أبدا. لن ننسى لهم هذا أبدا. هذا تهديد. تهديد صريح. صحيح. ثم يعود فيقلب الحقائق وتقول بأنه هذه الحرب هي حرب المغرب أيضا، وحرب الدول المتنورة والمعتدلة، وراح حماس تنقلب عليكم. والحقيقة أنه هما اللي غينقلبوا علينا. لأنه إحنا عرفنا بأنه راح المغرب راه هو ولا الدول العربية والإسلامية كلها راهي مهددة من قبل الإسرائيليين والصهاينة الآن. هو نفس الخطاب الذي تكرسه أيضا الآلية السياسية والعسكرية الإسرائيلية. نفس الخطاب طبعاً الذي تقوله الحكومة على رأسها بنيامين نتنياهو وزير دفاعه لكل الحكومات العربية بأنه إذا ما انتصرت حماس ستنقلب عليكم. والخطاب دائما ديال أنه إسرائيل تدافع عن حقها في الحياة، وأنه حماس تريد أن تبيد الشعب اليهودي إلى آخره. هذا هو ما استفزني وهو ما دفعني دفعك إلى التفكير في تأسيس نداء على أي حال. أقل إيمان ما عندنا ما نديره إلا أننا نحاول نديره حجرة في وسط. طيب بنظركم أستاذة بشرى، هل هذه الظرفية سانحة فعلا لمثل هذا البيان؟ لأنه يعني جاء هو قبل الهدنة الأولى، هذاك الخطاب العنصري الصهيوني اللي قال هذاك السيد، والنداء جاء خلال الهدنة الأولى أو بعد نهاية الهدنة الأولى تقريبا، بمعنى أن هناك زمنية ربما دقيقة جدا. يعني الحرب الآن على غزة استعرت بشكل كبير جدا، يعني تضبلت جوج المرات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تشير إلى إسرائيل على أن يجب أن تنهي القضية قبل الكريسماس. هذا أيضا الأستاذ إذا سمحت لي، هذا خطاب مزدوج ومنافق. لأنه غير نهار اثنين والبارح صدر من وزارة الخارجية الأمريكية بلغ يقول بأنه تصريح على أي حال من وزارة الخارجية تقول بأنه إحنا ليس لدينا أي دليل يثبت أن إسرائيل تقصف المدنيين وأنها وتقتل الأطفال والنساء وتقتل الصحفيين أيضا. الصحفيين قال لك ليس لهم دليل بأن العالم كله يشهد بأن القصف والقتل وهذا والقتل الصحفيين اللي راه تجاوز 60، وهما تيقول لك لا دليل لديهم. واش هذا منتهى النفاق ومنتهى الكذب. الكذب والوقاحة. صح. وربما حتى هما يتجاوزون حتى التقارير الدولية بما فيها الأمم المتحدة. يعني طبعا الأمم المتحدة تعترف بأنه وتتنادي والمنظمة ديال كلها هي المنظمة العالمية للصحة، المنظمة ديال الهلال الأحمر والفاو والتغذية
اليونيسيف اليونيسكو الى غير ذلك، كلها هي المنظمات الدوليه الحقوقيه. نعم. فإن كنا ما بقيناش نآمنوا لا بحقوق ولا للأسف الشديد القوة هي التي تسيطر تفضح الآن. تفضح الزيف ديال كل الشعارات التي ينادي بها العالم من قبل الحريات ومن قبل حتى الفلسطينيين شنو يديروا؟ يدافعون، هذه هي الدولة الوحيدة التي بقيت مستعمرة في العالم كله. لما كانوا الفرنسيين تيدافعوا على فرنسا كانوا إرهابيين، ولما كانوا جنوب افريقيا تيدافعوا ضد الميز العنصري وهذا كانوا إرهابيين. الان كاين الميز العنصري باجلى مظاهره، تيقول بانه في الرساله هذه تيقول بانه احنا كي قلت لكم قبيله تيقول بانه ما خرجوا من غزه وما تيمدوها تيدولها. غزة كانت هي تحت الحصار 17 سنة الآن، وهي تحت الحصار، لا يدخلها إلا النظر القليل باش يعيشوا داك الناس يبقوا في الحياة. ونقولوا بأنه راه وهما ملي جاوا يدافعوا على نفسهم من هذا المسجد الحرام اللي المسجد الأقصى اللي تيدنسوه يوميا. يوميا ويسحلوا في النساء. وهذه الصور هي كلها والعالم يشهد عليها. صحيح. طيب بالنسبة للنداء المفتوح لكل المثقفين والذوي الضمائر الحية على المستوى الوطني أو الدولي، هل يمكن أن يرتبط ببرامج أخرى غير النداءات؟ لأن النداءات حقيقة هناك نداءات كثيرة صدرت قبل هذا النداء، نداء لمجموعة من المثقفين العرب، أكثر من 3 نداءات أو 4 نداءات ربما توصلت من نسخ منها، كما أن هناك نداءات دولية وعرائد كثيرة جدا وجهت إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى منظمة حقوقية دولية. هذه النداءات مع الوقفة الاحتجاجية ومع مظاهر المواجهة ديال الشعب المغربي في كل الساحات العمومية في كل المدن بدون استثناء تثبت على أن هناك رأي نية ثقافية ووعي مخلص للقضية الفلسطينية باعتبار أنها جزء مكون أساسي للشعب المغربي، بحال تندافعوا على القضية ديال الصحراء المغربية تندافعوا أيضا على القضية الفلسطينية. هل ارتباط هذه النداءات ببرامج من هذا النوع تحفز المثقفين على أن لا يكون الصمت مؤامرة وأن لا يعتبروا ذلك مرتبة من مراتب الضعف ديال الشعوب التي هي صامتة ولا تستطيع أن تفعل شيئا؟ أنا تنقل بأن من حسنات هذا 7 أكتوبر وحسنات هذا طوفان الأقصى هو أنه أيقظ الشعوب وطرح القضية الفلسطينية من جديد. بعد ما كانت القضية الفلسطينية هي في وجداني كل الشعوب العربية وغالبا الإسلامية، غالبية الشعوب الإسلامية وبالخصوص في المغرب. احنا عمر القضية الفلسطينية ما نسلخنا عليها ولا عمرها خرجت من قلوبنا، ولكن كان واحد الفتور. كان واحد الفتور وكانت واحد الهجمة صهيونية على الدول العربية في إطار هذا التطبيع وفي هذا الدين الإبراهيمي الجديد اللي اخترعوه. فكانت هذه الطوفان الأقصى كان من جملة الميزات ديالها أنه حطتها في الواجهة، وحطتها في الواجهة أيضا حتى بالنسبة للشعوب الغربية اللي فاقت من التخدير ديال إسرائيل. الآن تنشوفوا أنه مظاهرات لم نكن نتصور أنه تكون مظاهرات بهذاك الحجم في لندن ولا في أمريكا وفي كل المدن الأمريكية، كل المدن البريطانية، كل المدن البلجيكية، الفرنسية رغم منعها. صحيح. ورغم أنه راه المحكمة الدستورية الغات هذاك القرار، ولكن مع ذلك بقاو يضايقوا المتظاهرين. في شفت ايضا نهار اثنين يمكن الخطاب ديال ميلانشون في المظاهره اللي كانت
في باريس. كان من أروع ما يكون. جميل جدا. جميل جدا. اليسار كله أستاذ، اليسار كله. اليسار كله، ولكن هذاك ميلانشون دائما ومواقفه فحقيقة تكون في مستوى كبير جدا. جلالة الملك أيضا قال بأنه القضية الفلسطينية هي كالقضية الوطنية ديال الصحراء. نعم. ما كاينش فرق بيناتهم. نعم. في عدة تصريحات له. نعم. هذا شيء اللي مفروغ منه أنه أنا في العريضة ما خاطبتش المجتمع الدولي ولا الصمت العربي اللي كان. نعم. ولكن خاطبت جلالة الملك. صحيح. خاطبت جلالة الملك اللي هو بيديه، هو اللي بيديه انه يوقف هذا التطبيع. نعم. هو اللي بيديه انه احنا نتبرؤوا من هاد الصهاينه المتطرفين اليمينيين. الحكومه الفرنسيه، الحكومه الاسرائيليه الاستاذ. نعم. فيها عشرات وزراء مغاربه. نعم. من اصول مغربيه ومتطرفين، عشره وكلهم متطرفين وكلهم من اليمين. نعم. هذاك جوج منهم زعماء رؤساء حركة شاس. نعم. واحد فيهم كان وزير الدفاع. نعم. وزير الداخلية. هادو هما اللي دايرين الحرب الآن. صح. هما اللي دايرين الحرب الآن. نعم. الجنود هما اللي تيقتلوا في الأطفال الفلسطينيين. نعم. وفي النساء الفلسطينيات. نعم. يوميا، وكانوا تيسحلوهم في القدس وفي. نعم. في المسجد الأقصى يوميا. نعم. هادو هو ابن أصول مغربية. نعم. ولكن هادو ما بقاوش مغاربة، لأنه لما لو كان اللي كانوا اللي عندهم غير على وطنهم وكانوا وطنيين ومغاربة، هما باقيين معنا. نعم. وكانوا يناضلوا. نعم. مع المغاربة ومع. نعم. المسلمين. نعم. راه عندنا بزاف ناس نعرفوهم، أسيدون الصرفاتي، عمران المالح إلى آخره. نعم. هادو كلهم مغاربة. نعم. اللي حقيقيين بقاو في بلادهم، وحنا. نعم. احنا مش ضد اليهودية. نعم. احنا ضد الصهيونية. نعم. والعقيدة الصهيونية والتطرف. نعم. اليميني. نعم. بنظركم أستاذة بشرى، هل كافي التصريح اللي قالوا كادوش رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب، رغم الصمت الغامض على ما يجري في غزة، ولكن رفض الرسالة التي وجهها خيون إلى جلالة الملك؟ رفضها ولكن لم يدين. لم يدين. لم يدين. نعم. إذن كاينش. نعم. ماشي بحال أسيدون اللي أدان وخرج في مظاهرات ويطالب بالمقاطعة. نعم. ويطالب بالمقاطعة ديال. نعم. البضائع الصهيونية. نعم. والأمريكية إلى آخره. نعم. هذا مناضل. هذا مغربي. نعم. وحنا نعتز بمغربيته. نعم. ولكن هادو حنا نتبرأ منهم. نعم. نتبرأ منهم. نعم. ونتبرأ من انتمائهم إلينا. نعم. لأنه أنا نعتبرها وصمة عار في جبين. نعم. المغرب أنه. نعم. يكون عنده أبناء ديالو من هاد الطينة ومن هاد. نعم. الأشرار اللي. نعم. اللي هما اللي تيقتلوا في. نعم. في الفلسطينيين. نعم. حاليا. نعم. في نظرك أستاذة، هل تمت مؤشرات لتراجع المغرب عن التطبيع والسير بعيدا، لانه باقي لحد الان ما عندوش سفير في تل ابيب، وفي نفس الوقت هما عندهم رئيس مكتب هنا، انما ربما سافر لانه ما بقاش عنده. هو اللي خرج. آه طبعا، لانه كاين نداء ديال الدبلوماسيه ديالو باش يرجع. ولكن المؤشرات واش تتمشي في الاتجاه ديال انه المغرب يمكن يقطع الطريق على المسار اللي خضاه في الاتفاقيه الابراهيميه بضمانه امريكيه؟ هو في الحقيقه لا توجد اي مؤشرات. نعم. ولكن. نعم. ولكن عندنا الأمل الكبير. نعم. لأنه جلالة الملك في الانتفاضة الثانية. صحب سنة. نعم. سنة 2000. نعم. كان ذاك الساعة كان عندنا مكتب اتصال في عهد الملك الراحل. صحيح. ولما جات الانتفاضة. نعم. ما كانش فيها هذا العنف وهذا الشيء كثير بزاف، هذا القتل وهذا. نعم. الممنهج وهذا الشيء. نعم. كله ما كانش بهذه الدرجة. هو كان ولكن. نعم. ما كانش بهذه الدرجة. ومع ذلك بادر بيسحبي اسمه وقطع العلاقات. وقطع كل العلاقات. نعم. لذلك وانا تنقلها في. نعم. في العريضه. نعم. تنقل بانه احنا تنعرفوا شنو هي القضيه الفلسطينيه في قلب جلالته. نعم. لذلك
احنا عندنا الامل، عندنا الامل انه بدي، لانه هو صاحب الكلمه العليا في البلاد، وهو على اي حال السياسه الخارجيه هذا اختصاص جلاله الملك. لذلك انا وجهت العريضه لجلاله الملك ولا ليس لغيره. نعم. سؤال اخير استاذه البشرى، بالنسبه للمثقف والوظيفه ديال المجتمعيه الان، هو يقرا دائما من زاويه خاصه الاحداث الاقليميه والدوليه، وعلى اعتبار ان هذه القضيه مهمه جدا بالنسبه للشعب المغربي، وفي الـ في الـ في, الـ في الاصل المثقف هو الحامي او المجسد لرغبه الوعي المغربي الوطني، من انه ياسس الواحد واحد القيمه مضافه بالنسبه للصوت الثقافي. اين هو هذا الصوت الثقافي في غياب الشارع؟ طبعا الشارع هو مليء بالاصوات الشعبيه والجماهيريه التي تنادي بقطع العلاقه مع الكيان الصهيوني، باعاده النظر في التطبيع وبالزوايا ديالو كله، الدبلوماسيه والاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه، ولكن المثقف دائما ينتمي الى الكراسي الصامته او الكنبات كما يقول المصريين، لا يكاد صوته يظهر. ناخذ مثلا من زاويه مثلا القيمه الاعتباريه ديال 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 التلفزه المغربيه، او لا الصوت الثقافي في التلفزه المغربيه، او لا صوته في الجرائد والوسائل ديال الاعلام الجديده على مستويات عديده. تنظن انه هو كاين خفوت. نعم. كاين وكاين صمت وكاين تخاذلات وكاين هذا. نعم. وكاين مثقفين صهاينه، ماشي غير ماشي غير ساكتين ولا متخاذلين. نعم. صهاينه، وانا اعرف بعضهم. نعم. سامحهم. نعم. الله. ولكن مع ذلك الخير في امتي. نعم. الى يوم القيامه. صح. على اي حال كاين الان راه كاينه نهضه ديال راه كاين واحد العدد العرائض الاستاذ. نعم. صحيح. واحد العدد. صحيح. كبير العرائض اللي الان كاينه مطروحه في السوق. نعم. فيها عرائض ديال المثقفين. نعم. واللي موقعينها مثقفين اللي تطالب ايضا باسقاط التطبيع، كاينه اللي تطالب الدول الخليجيه والعربيه بهذا بقطع النفط على العالم باش يستيقظوا هاد الحكام. نعم. باش يضغطوا. نعم. وسائل ضغط، لانه الان كل الدول العربيه بالاسف المنظمات العربيه الحكومات العربيه كلها راهي منبطحه. إلا ما كانتش متأمرة. إلا ما كانت متأمرة، لأنه. نعم. حقيقة حنا تنعرفوا أنه واحد العدد كبير ديال الدول العربية هي ضد حماس. نعم. وحنا حماس الآن هي الأمل. حماس. نعم. وسرايا القدس وشهداء القدس. نعم. وهذا المقاومة. المقاومة. المقاومة المقاومة الفلسطينية. نعم. والمقاومة اللبنانية والمقاومة. نعم. اليمنية الآن اللي. نعم. هم مسكن والعراقيون والسوريون كل. نعم. أي المقاومة في العالم العربي. نعم. هي اللي احنا عندنا الأمل فيها. نعم. أما الأنظمة احنا عارفينها بأنها كلها رجعية وكلها. نعم. متواطئة. إن لم تكن متواطئة فهي متخاذلة. نعم. لأنه يكتفون جميعا بالصراخ والعويل والهضرة ونطالبوا به. نعم. انتم ما عندكم ما تديروا. والو. لا لا، واش انتم ما عندكم ما تديروا باش احنا فقط تنطالبوا بهذا وتنطالبوا بهذا وتنطالبوا بهذا. نعم. ايوا طالبوا نفسكم انتم. نعم. الاولانيين. نعم. نعم. وديروا عندكم كل وسائل باش باش. نعم. تضغطوا. نعم. كون استطعوا على في 73 بوحدو الملك فيصل بوحدو. نعم. قطع النفط انتهى. نعم. الامر. نعم. وقف الحركه. نعم. صافي. نعم. صحيح. بوحدو. صحيح. اي واحد فيهم دابا الان اي واحد في الدول العربيه وقف النفط على هذا غادي يوقف الحرب. نعم. صحيح. صحيح. وحنا تنشوفوا غير مجرد التهديد بالقطع غير ممكن انه تكون غير كون غير هدوا في ذاك القمه الخاويه. نعم. مثلا اللي داروا القمه. نعم. القمه العربيه. نعم. التي تمخض الجبل ولد فأرا. حقيقة. نعم. شيء حقيقة مخزي. شيء مخزي. مخزي والقلب. نعم. ينفطر. نعم. لهذه المواقف. نعم. ومشاهد يوميا تكرس هذا العبث حقيقة. وهذه التورية القاتلة. وعالم. نعم. ولا العالم عبثي. نعم. ولا الحقائق تتقلب فيه.
دابا ها هما مصيفطين بريطانيا مصيفطين قال لك البراويج ديالهم والطائرات نعم ديالهم ليحموا البحر من الحوثيين. نعم. وفرنسا تضل تقول في تدير التصريحات لهذا وقالبين الحقيقه هذوك اسرائيل هي التي تدافع عن نفسها وعن وجودها. لا اما هذوك اللي هما مالين الارض هما اللي مالين الارض هذوك اللي جايين عندهم وجايين منتزعين لهم ارضهم ومحتلينهم. نعم احنا مقلوبه الحقائق عندنا. نعم في عالم اللي ولا عالم ظلامي. نعم عالم مختل. شكرا لك استاذه لاله بشرى. نتمنى على انه العريضه تلقى واحد الصدى الحمد لله توسيعها وايضا بانتشارها وربما لله. قلت لي باللي انه اكثر من 60 شخصيه وطنيه معروفه وقعت على العريضه اتصالات جاريه من اجل توسيعها وايضا تعميمها على باقي الاشخاص الوارده ان شاء الله. واهم من هذا نعم. الاستجابه لها ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نتمنى على الله. شكرا لك. شكرا. عندنا الامل كبير ان شاء الله. الامل في المستقبل. شكرا. ان شاء الله. اذا سيدتي سادتي ستجدون النداء ونافذه للنداء على موقع كشبخيس.كوم من اجل الاطلاع عليها وايضا توقيعها، وهذه بادره ايضا من موقع كشبخيس لدعمه مثل هذه الخطوه. شكرا لكم استاذ الله. شكرا لكم على الاستضافه. بارك الله فيك سيدتي انستي سادتي. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من برنامجكم لقاء خاص على كشبخيس.كوم. وحيكم انا مصطفى غلمان كان رفقتي زميلي محمد امين بدوي في الاخراج التقني. هنا كشبخيس، الى اللقاء.